لكم مشاهدينا مع بداية النهار، طبعا بتأمل تكونوا كتار عم بتتابعوا عالمنا الصباحي اللي رح يستمر مثل العادة لغاية الساعة 1 بتوقيت بيروت. طبعا عالم صباح يلي عم بتابعونا مع بداية شهر نيسان وبداية هالأسبوع بيعرف انه عم بيكون في حملة لحتى نتعرف أكثر وأكثر على الإشارات يلي مزروعة بكثير طرقات من طرقاتنا، إشارات السير بيقولولها، وهيدي لازم نتعرف عليها ونكون دارسينها وحافظينها وقت اللي روح منقدم على فحص للسواقة. طبعا في كتار يمكن من الجيل يلي مرق خصوصا بايامات الحرب يلي دفتر السواقه وصل لعنده على البيت مع الاسف، يعني منقولها هلا بتامل انه يرجع يصير في اعاده نظر بالموضوع غير النسكافيه. صباح الخير. صباح الخير. لا وصل دفتر السواقه على البيت ولا عم شو؟ عم. ولا شو؟ مش أنا. مش أي طيب لكن شو عم تعن؟ إذا هالدفتر السواقة يلي وصل أو ما وصل بجميع الأحوال اليوم إشارات السير موجودين على الطرقات بهدف أساسي هو أنه نحترمها. وقت اللي عم نحترمها عم نخفف على حالنا كثير من المشاكل على الطرقات وبطلعتها، وأهم شيء عم نخفف حوادث سير. الحوادث ممكن تتأتى طبعا من السرعة، من شرب الكحول وغيرها، وكمان ممكن تتأتى من عدم احترام إشارات السير والمرور. الإشارة اللي موجودة معنا اليوم هي إشارة بفتكر إذا قدرنا نشوفها من وراء الشجرة، لأنه كمان بتكون إجمالا في قدامها شجرات على الطرقات، لأنه منكون عم نحاول نجمل طرقاتنا. إذا قدرنا نشوفها من وراء الشجرة هيدا اليوم الإشارة اللي معنا، هي بتقول أنه هيدا الطريق محل ما بتكون موجودة طريق باتجاهين، في عنا إذن هالسهمين روحة ورجعة، الطريق هي باتجاهين. إجمالا وقتها بتكون موجودة بهالطريق هاي ما بيكون أوتوستراد، بتكون طريق طبيعية بتحمل أنه يمرق فيها سيارتين مش أكتر من هيك بكتير. لهالسبب وقت اللي منشوف هالإشارة ممنوع ندوبل، لأنه إذا عم ندوبل عم نوقف السيارات يلي جاية بالاتجاه المعاكس، وبالتالي عم يا أما عم نعمل حادث على حالنا يا أما كمان عم نعمل عجقة وعم نعرقل السير. تاني شغلة هي ممنوع نصف يمين وشمال، لأنه إذا صفينا يمين وشمال نحن مننزل هيك منصف منقول في طريق هون فاضية، وهلأ هن بيدبروا حالهم، يعني واحد بصير بمرق التاني وما في مشكلة وخلص بيمشي الحال. لا كمان هذا الشيء منقول ليش في عجقة بهالطريق، غريب ليش في عجقة بهالطريق، لأنه كمان منكون صفين ومنكون عم نعيق حركة السير. طبعا يوم ورا يوم عم نقدر أكثر وأكثر نتعرف على هالإشارات يلي برجع بتأمل وبتمنى أنه نقدر نحترمها قد ما فينا، عن جد نتعلمها. كل يلي اليوم عم بيقدموا امتحانات السواقة مجبورين أنهم يحفظوها ويتأيدوا فيها. وأهم إشارة ضروري نتأيد فيها هي الألوان، وقت نوقف أحمر وأخضر وأصفر جدا نتأيد فيها، ما نقول أنه معلش الطريق فاضية ونمشي. هذا إذن بتأمل كمان تقدروا تتابعوا كل يوم، لأنه عم بيكون عنا هالوقفة يوميا خلال كل شهر نيسان مع إشارات السير يلي مثل ما قلت بالبداية هي موجودة حتى كتير تسهلنا من حياتنا إذا قدرنا شفناها. هلا اليوم في شجرة بغير أيامات ممكن يكون في حدا مثلا زارع هنا منزل ما بعرف مين بيزرعها قدام إشارة السير. أنا ما عندي مشكلة إذا في شجرة قدامها. شو بتنزل بتزيح حتى تتاكد شو الطريق؟ لا، اذا حب يحطوا حد كل شجره وحد كل ساين مدام مثلك حد انا ايه هيك بصير هيدا التريو ايه انا والشجره والساين فيك تغطيها كلها من هنا بغطيها. شيف سادي صباح الخير. هلا عن جد لا عن جد هودي الاشياء كثير مهمين انا ما كنت بعرفه. ايه الحقيقه انا تصوري مننا نحن نبلش انه هودي الشغلات عن جد ما بنعرفها، والحقيقه نحن مفكرينها منظر لانه ما حدا بيتأيد فيها. هلا عادة بالبلدان اللي بعد اكثر واكثر فاضيه على حالها وبتحترم اكثر هالاشارات، كل فترات بيرجعوا بيعملوا توعيه اول شيء، وبيرجعوا بيعملوا لك فحص على اذا انت بعدك عندك قدراتك انك يكون في ريفلكس انت وسايق بالطريق، اذا النظر. قادر انك تقشع، اذا قادر انك تكون وتجيد السواقه بشكل منيح. شو هي الفقرات اللي رح بتكون بانتظاركم اليوم من هلا لغايه الساعه 1 بتوقيت بيروت؟ من تبع
بحلقة اليوم من عالم الصباح منتابع الأبراج مع كارمن على صحة سلامة مع ريوة وكيف منعالج القشرة وكيف منميزها عن مشاكل جلدة الرأس الأخرى فاشن بوليس ونصائح للرجال مع لما بيشوفي وقفة خاصة مع دكتور ألفريد كرم والبروبيوتيك بلس وبخصوص الجمال مع جين نصار مايا بتستقبل اتصالاتكم وبتجاوب على أسئلتكم بولادي بالدنيا آخر الأخبار السينمائية مع غيدة وضيوفها بسينما ضيوفنا بيعرفونا على سباق سنبلة الخير بجمعيات الأمل للمعوقين ورشة ملح مع الشيف شادي على كرات اللحم بالكمون مع البطاطا بيوريه. بداية عالم الصباح مثل العادة هي رح بتكون مع الأبراج كارمن منتابع كل التفاصيل زيح زيح بلي دوبي زيح زيح اوعى انتبه ما تفوت بالحيط زيح زيح خلص كارمن صباحكم الخير يوم الأربعاء 3 نيسان أبريل يوم القمر مرافقنا من مبارح من برج ترابي يلي هو برج الجدي الجو بعده جيد للأبراج الترابية موالي برج الجدي موالي برج الثور وموالي برج العذراء والجو مكمل لبكرة الظهر تقريبا يلي نهاره حلو يستفيد منها نهار البداية مع برج الحمل بالنسبة لبرج الحمل انهارك مثل مبارح شبيه بمبارح بتحس بكثرة الضغوط بتحس يمكن بشغلة وحدة وكأنها تقيلة عليك من قبل طلوع الضوء ومشغول باله مولود برج الحمل لأنه عنده مهمة ميشن معينة يمكن تكون بالشغل يمكن تكون العلاقة بالعائلة ويمكن تكون بسبب مسألة اجتماعية أنت تحت الأضواء ومطلوب من مواليد 6 7 و 8 نيسان ابريل يكونوا حذرين يتجنبوا السرعه والمجازفه اليوم كليا. ننتقل لبرج الثور. بالنسبه لبرج الثور نهاره جيد بعتبر هالنهار من الايام الجيده خلال هالاسبوعين او الثلاثه. مطلوب المولود برج الجدي برج الثور يقوي قلبه لانه في دعم له، في عندك قدره اليوم لحتى تستوعب الامور الجديده، لحتى تعيش معه ولحتى تتكيف معه، وهذا امر بيساعدك كثير بالايام المقبله، اذا حاول اليوم مولود برج الثور انك تصيب الهدف، وبعتبر المولود الاكثر تعبا 30 نيسان ابريل. ننتقل هلا لبرج الجوزاء. بالنسبه لبرج الجوزاء يمكن يحس حاله اليوم مولود برج الجوزاء انه المسائل يلي عم يشتغل عليها بدها شغل اكثر، بدها مساعي اكثر، بدك تاخذ وتعطي اكثر، حاول مولود برج الجوزاء انك انت وما في خوف عليك اصلا انه انت تتكيف مع الناس، لكن مطلوب منك انك تسمع لراي الاخر تاخده بعين الاعتبار ويمكن تتنازل عن مسألة معينة فقط لحتى تمشي أمورك وبعتبر المولود الأكثر حظا 1 و2 حزيران يونيو ننتقل لبرج السرطان بالنسبة لبرج السرطان هيدا نهار بعده متعب بعده تقيل بعده مزعج مثل يمكن طباعك أو يمكن مثل ما أنت حاسس الناس من حولك الأجواء اليوم متقلبة ومعقول تحس أنه ضغوطك المهنية الحياتية اليومية شوي صعبة انتبه على مزاجيتك لأنه أنت أصلا بالأصل أنت شوي مزاجي لذلك حاول ما تتوتر وحاول تبعد عن المشاكل سفر سنة وبعتبر المولود الأكثر تعبا حاليا هو مولود حزيران يونيو وأيضا بنضيف عليه مواليد 7-8-9 تموز يوليو ننتقل لبرج الأسد بالنسبة لبرج الأسد نهارك بعتبره جيد لكن في شغل كتير إذا فكر أنه الأمور منها لحالة بتصير بتكون مغلط مطلوب من مولود برج الأسد يبكر على نهاره وينسق أولوياته وجدول أعماله انتبه من بعض المسائل الصحية أو الطبية يلي معقولة تزعجك أو تبين اليوم يمكن بتخصك ويمكن بتخص حدا قريب منك الأنشط بيبقى مولود 8-9-10-11 آب ننتقل لبرج ترابي برج العذراء يلي مفروض نهاره اليوم يكون مسهل نوعا ما ما بنخاف عليه مولود برج العذراء اليوم في عنده أمور حلوة نهار رومانسي وبالتالي اليوم المصالحة جيدة التسوية يلي بدك إياها تقدر توصل لها كان مع زميلك إن كان مع ناس الجيران من حولك ناس غرب أو حتى أحبائك وبعتبر المولود الأنشط هو مولود 10-14 أيلول سبتمبر ننتقل لبرج الميزان بالنسبة لبرج الميزان نهارك متعب مرهق أعصابك بتحسهم أنه متوترين وتعبانين ما فيك تتحمل زيادة بدك كتير تكبر عقلك لحتى ما يصير في خلافات أو تكبر الخلافات وتتأزم بالعائلة أو بحياتك
الشخصية والمهنية. بعتبر المولود الأكثر انفعالا الأكثر تعبا مولود 1/2/8/9/10 أكتوبر. ننتقل لبرج مائي برج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب أنا بعتبر نهاره ماشي ماشي وراكد، ويمكن ما حدا يسبقك اليوم، عندك طاقات كتير كبيرة، ما حدا بيقدر ينافسك أو يضاهيك. اليوم مولود برج العقرب عنده قوة إقناع، أفكارك ذكية جدا، اليوم عندك سرعة خاطر، كل هالأمور رح بتساعدك بكل أنواع الامتحانات والاجتماعات. بعتبر المولود الأكثر حظا حاليا هو مولود 5/6/7/8 نوفمبر تشرين الثاني. بالنسبة لبرج القوس، مولود برج القوس نهاره اليوم قوي، بيدعمك، بيدعم أفكارك، بيدعم مشاريعك، ولكن انتبه على بعض المصاريف. إذا حابب تستثمر، إذا حابب توظف أموالك أو تنزل على السوق وتصرف، يمكن لازم تفكر مرة ومرتين قبل ما تتسرع. ما معناتها أنه ما في ربح، بالعكس تماما، يمكن اليوم يكون في عندك أرباح غير منتظرة. بيبقى المولود الأوفر حظا 2/3/4/5 كانون الأول ديسمبر. بالنسبة لبرج الجدي نهاره جيد جدا، القمر ببرجك مبارح اليوم وبكرة الظهر. اليوم مولود برج الجدي صاحب قرار، صاحب قدرة لحتى يقرر بعض الأمور، يمكن يرفض أمور كان مقتنع فيها، في نقطة تحول فيك تقولها وتقول، ويمكن يكون في تغيير على صعيد شخصي، يمكن يكون خطوة صغيرة أو كبيرة. المهم ما بقى في مسائل عالقة. وبعتبر المولود الأنشط هو مولود كانون الأول ديسمبر. ننتقل لبرج الدلو. بالنسبة لبرج الدلو نهارك بعده بطيء، الإيقاع أو الوتيرة بطيئة، يمكن في تأخير، يمكن في زعل، يمكن في خيبة أمل، لكن اعتبرها أنها استراحة بالنسبة لك. إذا في قرار بدك تاخده، خطوة أو مبادرة مهمة، تركها لبكرة بعد الظهر أو لبعد بكرة. وبعتبر المولود الأقل حظا أو الأتعب هو مولود شباط فبراير. بالنسبة لآخر الأبراج برج الحوت، مولود برج الحوت نهاره كتير مهم، الأضواء كلها مسلطة عليك، بتقدر تتقدم، بتقدر يكون في عندك إنجاز، ويمكن بتقدر تفشل أيضا إذا منك محضر حالك. يعني إذا بدك ترتجل، إذا منك عارف حالك لوين رايح وشو عندك اليوم، يمكن تسود وجهك. فانتبه، هيدا نهار يا أبيض يا أسود. وبعتبر المولود الأوفر حظا نسبيا 1/5 آذار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم، هيدي سنة مهمة، سنة جيدة جدا، سنة بتنقلك درجة إلى الأعلى إذا أنت جاهز. حاول تكون جاهز، حاول تحضر حالك بهيدي السنة، حط أهداف مهمة. هنالك بعض الانشغالات العائلية يلي معقولة تزعجك. شهر نيسان أبريل، أيضا شهر آب أغسطس وديسمبر كانون الأول هني أفضل الأشهر. هذه كانت الأبراج لليوم، نتمنى للجميع نهار حلو. إلى اللقاء بكرة مع أبراج جديدة. باي باي. شكرا لك كارمن. في كتير أشياء اليوم كمان بعالم الصباح حابة أني أخبركم عنها. أول شيء، وكل متتبعي عالم الصباح من 20 سنة ولا اليوم بيعرفوا أنه التجدد هو دايما عنوان هالبرنامج. دايما في أفكار جديدة، في فقرات جديدة، في ضيوف، في كتير من الأمور يلي أنتوا أوقات بتطلبوها، وكمان نحن منشوف قديش هي مهمة لحتى نضل على تواصل مع كل المشاهدين اللي عم بيتابعونا وين ما كانوا موجودين بكل أنحاء العالم. من هالفقرات الجديدة يلي انضمت لنا طبعا موضوع الرياضة يلي هو جزء كتير أساسي، كمان صار موجود بعالم الصباح. في عنا محطة تانية رح تبلش نهار السبت، وابتداء من هالسبت الكل مدعوين، كل شخص موجود هلأ عم بتابعنا مما كان يكون وحابب انه يشاركنا بها الفقرة رح بيكون اسمها بلا جمرك. وبلا جمرك هي مساحة لكم، فيكم تطرحوا فيها اي موضوع بعيدا عن السياسة، ممنوع السياسة بعالم الصباح. أي موضوع حابين تطرحوه نتناقش فيه نحكي فيه، بلا جمرك هي هالمساحة يلي بتكون مخصصة لألكن. فطبعا إذا حابين تتصلوا فينا، حابين تبعتوا لنا، رح نشوف سوا هلأ الإيميل المخصص لعالم الصباح، وعبره فيكم تبعتوا لنا تعرفتونا عن حالكم وتبعتوا بشكل مختصر شو هو الموضوع كمان يلي حابين أنكم تحكوا فيه. إذن هالفقرة بتبقى بتصيروا بالتابعوا ابتداء من نهار السبت ب 6 نيسان عبر عالم الصباح. شغله اضافيه ومهمه جدا يلي كمان حابب انه يشجع عالم الصباح وبالتحديد يشجع عامر
مرشح أنه يكون أفضل إعلامي عبر السوشيال ميديا، وهي جائزة موجودة سوشيال ميديا أورد، فيكن تفوتوا إن كان عبر الفيسبوك أو على تويتر وتشجعوا عامر بشكل كتير 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 أساسي. إذن أفضل شخصية إعلامية رح بيفوز عامر، يعني هو مرشح ليكون من أفضل الشخصيات الإعلامية يلي مرشحتها هالجائزة هيدي اللي هي سوشيال ميديا أورد. طبعا في كتير أشخاص كمان تانيين إن كان من فيوتشر أو غيره، بس احنا بنحب ندعم عالم الصباح أكتر وأكتر، وعامر موجود بقوة. بحب جدا أنكم تدعموه إذن، لأنه عن جد بيستحق. عامر هو شخص اشتغل كتير عبر هالمواضيع هيدي، وكمان هو شخص محبب من الكل، وبتعرفوا قديش يعني عنده هالتواصل بينه وبين كمان كل شيء له علاقة بالتكنولوجيا من زمان، وقت ما انضم لنا بعالم الصباح. بفتكر شفتوا كل المواقع وكل الوسائل، إن كان فيسبوك وحتى تويتر، لحتى تقدروا تنضموا لها وتعطوا تصويت لعامر، بس ما حدا بيقدر يصوت أكثر من مرة واحدة. بعد في شيء بدي أخبركم عنه، بعد في كتير من هلأ لغاية الساعة واحدة، بريك صغير وبنرجع منتابع.